حتى الاقتناع عن الحجاب، وما حكم من يستهزئ بمن تلبس الحجاب الشرعي ويصفها بأوصاف لا يقصد منها غير الاستهزاء؟ أما الحجاب هو واجب على المرأة المسلمة، وهو ستر جميع جسمها عن الرجال الأجانب، هذا واجب لأن المرأة عورة ومحل للفتنة، وفي احتجابها صيانة لها ودرء، وفيه درء للفتنة منها وبها. الحجاب واجب على المرأة المسلمة، والسفور محرم لأنه مدعاة للفتنة. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال: وإن كان واردا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حكمه عام لأنه علله بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه علة عامة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن. ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى غير ذلك من الأدلة. والذي يستهزئ بالحجاب، الاستهزاء بالحكم الشرعي هذا يعتبر ردة عن الإسلام والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. الاستهزاء بالأحكام الشرعية من الحجاب أو غيره يعتبر ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.